مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شويه اخبار تخص فيلم سبايدر مان نو هوم. فمن غير كلام كتير يلا نبدا. اول خبر معانا بيخص ممثل توفر جريس اللي هو الممثل بتاع شخصيه فينوم في الثلاثيه بتاع سبايدر مان سام ريمي. الممثل ده طلع من قريب على حسابه في ريديت وقال ان هو هيبقى موجود في سبايدر مان نو هوم. لحد اللحظه دي نقف كده وممكن حد يجي يقول لي على فكره الحساب ده يعتبر فيك، او مثلا ممكن يكون واحد عامل الكلام ده بحيث انه يطلع ترند ولا بتاع. اقول لك لا، بص، من ناحيه الحساب ده ان هو فيك وان هو عامل يعني مقلب وكده عشان عايز ان هو يثير الضجه، يعني الحساب ده فعلا بتاع الممثل، والممثل طلع بنفسه صور جنب الحساب دوت بحيث انه يوثق ان هو الحساب ده صحيح وان هو الحساب بتاعه الاصلي. فده ياكد ان الكلام اللي هقوله دلوقتي جاي منه هو فعلا. المهم، هو قال على حسابه في ريديت ان هو هيبقى موجود في سبايدر مان نو هوم، وترجمه الكلام اللي كتبه نصا هي كده: انا عاوز اخلي الكلام دوت بيني وبينكم، انا في الفيلم اللي جاي، ايوه انا موجود في سبايدر مان نو هوم، هدخل امل الهويه بتاعت بيتر باركر تتعرف والكل يعرفها، وحاجات مجنونه هتحصل مع دكتور سترينج ودكتور اوكتوبوس، وحدد وقال الفرد مولينا هيروح للعالم بتاع توم هولاند، بعد كده الكترو وجرين جوبلين هيدخلوا من بوابه، وتقريبا ده هيبقى وقت الهجوم على سبايدر مان. بعد كده تحصل معركه بيني وبين فينوم توم هارتي، وطبعا انا اللي هفوز ومش هتبقى معركه اصلا، حتى لا ده انا هوقعه كمان اول ما اجي عشان اضربه. وهيظهر ناس قديمه من سبايدر مان، وذكر ساعتها اكوامان بتاع دي سي وكمان باتمان. ده الكلام اللي هو الممثل كتبه. انا في رايي الصراحه ان هو قاعد بيستعبط. هتقولي ليه؟ هقولك لسببين. اولا، لو هو موجود في سبايدر مان نو هوم هو مش هيقدر ان هو يثبت الكلام دوت، ولو هو هيبقى موجود في سبايدر مان نو هوم فعلى الاقل يعني مش هيقدر ان هو يقول حاجه ثانيه غير كده وما يتكلمش عن المشاهد اللي هتحصل. يعني هديكم مثال: الفرد مولينا اللي هو المفروض هيعمل شخصيه دكتور اوكتوبوس، وجيم فوكس اللي هو المفروض هيعمل الشخصيه بتاعت الكترو. الاثنين دول طلعوا قالوا ان هما الاثنين موجودين في سبايدر مان نو هوم. اظن كله عارف التاكيد دوت لما هما طلعوا اكدوا بنفسهم. الاثنين قالوا احنا موجودين في سبايدر مان نو هوم، مفيش حد فيهم طلع قال المشاهد اللي هتحصل، مفيش حد فيهم طلع قال اصلا هقابل توم هولاند وبعد كده همسكه هضربه او كده، ولا في حد قال اصلا هاجي وهضرب فينوم، ولا هاجي هضرب جرين جوبلين مثلا، ولا الحاجات دي كلها. اي بمعنى اصح مفيش حد طلع حكى مشاهد. فمعلش، بس ازاي انت بتاكد ان انت في سبايدر مان نو هوم وفي نفس الوقت بتاكد المشاهد اللي هتحصل وبتقول انه هيبقى في اتنين فينوم في سبايدر مان؟ معلش، ازاي اتنين فينوم في سبايدر مان؟ معلش يعني فعلا شركه مارفل ممكن ان هي تعمل حركه زي كده، بس انت ازاي انت تعرف حاجه زي كده وتيجي تسربها كده ببساطه؟ وزي ما قلت هو فعلا شكله قاعد بالصعبط، لان شركه مارفل لو عرفت ان هو سرب حاجه زي كده المفروض اقل ما فيها ان هي تدفع فلوس غرامه بسبب التسريب اللي هو عمله. واكيد انا اتكلمت على الحوار بتاع الغرامه ده قبل كده في الفيديوهات القديمه، اللي هي الفلوس اللي بيدفعوها مقابل المشاكل اللي هي بتحصل والتسريبات والكلام ده كله، بتوصل للملايين. ومفيش اي حد في مارفل من ساعه ما مارفل ما بدات لحد دلوقتي قاعد بيعمل حاجه زي كده اللي هو يقول اسم الفيلم، لا كمان التفاصيل الموجوده فيه. السبب الثاني ان هو الممثل ده اساسا ممثل تنك، والكل عارف الكلام دوت وكله بيكرهه، حتى مش بيتعامل مع الفانز بتوعه كويس، بيحب كده زي ما نقول من الاخر ان هو سلط الاضواء عليه. والمشكله ممكن يكون هو فعلا قاعد بيركب الترند كده بس عشان الناس قاعده تتكلم عليه، فممكن يكون عامل حاجه زي كده بحيث انه يركب الترند. عندنا بعد كده في كام لقطه في الاعلام بتاع موربس حابب ان انا اتكلم عنهم. اول حاجه اللقطه بتاعت الجريده بتاعت ديلي بيوجل، نفس التصميم بتاع ديلي بيوجل دوت هو نفس التصميم بتاع توبي ماجواير اللي هو بتاع الجريده اللي هو كان شغال فيه، ونفس التصميم ده برده موجود في فينوم. يعني من الاخر ديلي بيوجل اللي موجوده دي بتاعت عالم توبي ماجواير والعالم بتاع فينوم توم هاردي والعالم بتاع موربيوس، يبقى كده ممكن الثلاثه دول يكونوا في عالم واحد لان اللوجو دوت يعتبر هو هو، عكس فيلم بتاع سبايدر مان نو هوم والفيلم بتاع اميزنج سبايدر مان. ده كان بالنسبه لاول لقطه. اللقطه الثانيه بتاعت وير از سبايدر مان، السؤال ده ممكن يخلي ان موربيوس يوصف في الاعلان بتاع سبايدر مان نو هوم، وحتى قلت ساعه الاسم بتاع سبايدر مان نو هوم كان فيه خفاش محطوط على الشمال، فممكن دليل ان موربيوس ممكن يكون موجود، الله اعلم، بس ممكن يظهر في الفيلم. وغير كده عندنا فولتشر ظهر في الاعلان بتاع موربيوس اللي هو اساسا موجود في الام سي يو، ازاي الكلام ده كله ممكن يحصل ما اعرفش، بس كده اللي استنتجه انه ممكن موربيوس يظهر في العالم بتاع الام سي يو مع مايكل كيتن اللي هو فولتشر ومع فينوم اللي هو توم هاردي. عندنا بعد كده الصوره اللي توم هاردي كان منزلها بتاع سبايدر مان توبي ماجواير من اللعبه بتاعت مارفل سبايدر مان اللي كانت نازله على بلاي ستيشن 4. الصوره دي ممكن تدل على ان توم هاردي اللي هو فينوم ممكن يتقابل مع سبايدر مان توبي ماجواير. ده برده ممكن نربطها باول صوره انا اتكلمت عليها اللي هي بتاعت الديلي بيوجل، فممكن كلهم يظهروا في عالم واحد. ده كان توقف حبيت ان اقوله برده. الخبر اللي جاي ده انا اتكلمت عليه قبل كده واللي هو ان واندا ممكن تتقاتل مع حد من الاكس مان في الفيلم بتاع دكتور سترينج 2. في اشاعات بتقول ان دارك فونكس هي اللي هتتقاتل مع واندا. هتقولي ليه؟ هقول لك لان هو قال اقوى شخصيه في الاكس مان وهو يعتبر ما فيش غير ثلاثه، يا لوجان يا بروفيسور اكس يا دارك فونكس او اللي هي جين. ولو الكلام ده حصل فتعتبر جين هي واندا بنفس القوه وفي نفس كل حاجه، ففعلا ممكن يكون قتال جامد. عندنا بعد كده بالنسبه للاعلان بتاع سبايدر مان نو هوم، احتمال يكون دكتور سترينج اللي ظهر في الاعلان دوت هو مافيستو. هتقول الكلام ده قلناه قبل كده؟ هقول لك لا، بص بقى الجديد، مافيستو على حسب الكوميكس هو بيستمد القوه بتاعته من التلج، وده اللي يفسر اللقطه دكتور سترينج كان قاعد فيها في تلج كتير، فده برده ممكن ياكد ان هو دوت فعلا مافيستو، لان دكتور
سترينج العادي اكيد مش هيعمل كده تعويذه وخلاص ويضيع بيها نص الكون مقابل ان هو يخفي الهويه بتاعت بيتر. بس السؤال هنا اذا كان ده فعلا مافيستو، هو ازاي انه ده مافيستو ووانج ملاحظ التغير بتاعه؟ عندنا بعد كده في خبر بيقول احتمال ظهور شخصيه لوكي في الفيلم بتاع سبايدر مان نو هوم، وانا اعتقد فعلا انه ممكن حاجه زي كده تحصل لان لوكي هو اللي سبب المشكله دي كلها، وممكن يساعد دكتور سترينج انه يحل المشكله دي برضه. الخبر بعد كده بيقول انه هيحصل معركه بين الكترو ودكتور اوكتوبوس لمده 12 دقيقه، وده تقريبا في اول مقابله بينهم هما الاثنين. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو هات لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش. وبيس.